الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع ما يسمى مشكلة الارتباط الذاتي. هذه مشكلة الارتباط الذاتي هي من المشاكل التي عادة ما يواجهها الباحثون في ما يسمى بتقديرات المعلومات في المربعات الصغرى الاعتيادية الأوردرلي سكوير، وخاصة عندما تكون البيانات مستقاة من سلسلة زمنية أو تايم سيريس. نتابع الآن. تنشأ مشكلة الارتباط الذاتي، هذه الأوتو كوريليشن، أو في بعض الأحيان بسموها الارتباط التسلسلي سيريال كوريليشن، إما أوتو كوريليشن هذه واحدة، وهي تسمية أخرى اللي هي Serial Correlation. هذه تنشأ عندما ترتبط الأخطاء العشوائية أو البواقي الناتجة عن التقدير. هذه البواقي عندما ترتبط مع بعضها بعضا بعلاقة محددة سالبة أو موجبة، بتكون في عندي مشكلة أو تنشأ مشكلة اسمها مشكلة الارتباط الذاتي أو الارتباط التسلسلي بين الأخطاء العشوائية أو بين البواقي. نتابع. عادة ما تحدث هذه المشكلة كما ذكرت في البيانات التاريخية اللي هي السلاسل الزمنية، أي المرتبطة بعامل الزمن. من الضروري تذكروا أنه دائما في عندنا هنا يعني متغير، لكن مرتبط مع الزمن، مع الأيام، مع الساعات، مع السنوات، وهكذا. في هذه الحالة يكون الآن الكوفاريانس عادة من الافتراضات التي نستند لها أو إليها بتقديرنا لمعلومات المربعات الصغرى الاعتيادية، بأن المتغير الباقي أو الخطأ العشوائي الفترتي ليس مرتبطا بالخطأ العشوائي بالفترة تي سالب واحد أو تي موجب واحد. بمعنى آخر بأن التباين المشترك هنا الكوفاريانس هذا بين إي سب تي وإي سب تي ناقص واحد لا يساوي صفرا، ما يعني بالتالي يعني نستنتج من هذه بأن هناك ارتباط أو correlation بين الأخطاء العشوائية، أي خلال فترات زمنية متعاقبة تي تي ماينس واحد وهكذا. وفي العادة يرتبط الخطأ العشوائي السالب بخطأ سالب، والخطأ الموجب عادة بخطأ موجب، كما في الشكل هذا. الآن لاحظوا لي هنا بهذا الشكل عندي هنا x sub t، لكن هاي الآن الخط المستقيم المعبر عن العلاقة y sub hat، هذه العلاقة هنا ما تلاحظون تساوي a hat زائد b hat في x sub t ناقص واحد. لاحظوا لي الآن أنه كان في عندي البواقي فوق هذا الخط ثم تحتيه ثم فوقه، هنا عندي أخطاء موجبة، هنا سالبة، هنا موجبة، هنا هذه بسموها الأخطاء العشوائية أو البواقي الناتجة عن التقدير. نتابع. صنفت أسباب حدوث الأخطاء الارتباط الذاتي، يعني هنا ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية، صنفت في أدبيات القياس إلى خمسة رئيسية. أولا خطأ تحديد النموذج أو ما يسمى Model Miss Specification and Specification Error، يؤدي الخطأ في اختيار الشكل الرياضي المناسب للنموذج القياسي Model Specification كما ذكرنا هنا، أو حذف المتغير المناسب من النموذج. دعني الآن أغير فقط شكل هذا هنا لأن هذا مغلبني، خلينا أقول بس سهم هنا أو ليزر هذا، أوكي، أو حذف المتغير المناسب من النموذج إلى حدوث ارتباط بين الباقي. مثال على ذلك أن البواقي في الصيغة غير المناسب للنموذج القياسي التالي الآن مرتبطة مع بعضها البعض. لاحظوا الآن لنفترض بأن البيانات هي عبارة عن هذه النقاط الحمراء، هذه البيانات، فقام الباحث بتقدير معادلة خط مستقيم للتعبير عنها، لكن العلاقة الحقيقية هي هذه البارابولا أو القطع المكافح كما نسمي باللغة العربية. ما يعني الآن بأن صيغة النموذج الذي اختاره على شكل خط الباحث غير صحيح، غير سليمة، وبالتالي ينشأ عنها أن هناك كثير من البواقي فوق الخط وتحت الخط تتذبذب، وبالتالي لدينا الآن مشكلة ارتباط ذاتي. هاي أحد الأسباب اللي هو خطأ تحديد النموذج أو ما يسمى Model Specification أو الخطأ في اختيار الشكل الرياضي. نيجي الآن ثانياً
يعني هذا سبب آخر لحدوث الارتباط الذاتي أو مشكلة الارتباط، ما يسمى القصور الذاتي أو الجمود inertia. يقصد بالقصور الذاتي أن الظروف السابقة تؤثر بالظروف الحالية واللاحقة. ومثال على ذلك أن سلوك السلاسل الزمني time series يتميز بشكل عام بما يسمى الاتجاه trend، يكون في اتجاه لها، إما اتجاه متصاعد أو متناقض. فنرى أن قيمة المشاهدة في لحظة زمنية معينة قد تقل أو تزيد عن قيمة المشاهدة في اللحظة اللاحقة ثم اللاحقة وهكذا، لكن المشاهدات تنتظم بنفس الاتجاه عادة. وفيما يتعلق بنشاط اقتصادي معين كالاستهلاك مثلا، نجد أن قيمته تتزايد باستمرار مع الزمن إلى أن يحدث شيء معين يسبب بتناقصه في فترات زمنية متعاقبة ثم يغير اتجاهه وهكذا. وفي كل هذه الحالات نجد أن البواقي ترتبط مع بعضها بعضا، هنا أؤكد على ذلك. سبب ثالث الارتباط الذاتي الفضائي بسميها spatial autocorrelation، هون الانرشيا، هون spatial autocorrelation، أي أن تتأثر النشاطات الاقتصادية مثلا بعضها ببعض، وخاصة إذا كانت هذه النشاطات تحدث عبر الأقاليم والحدود الجغرافية. مثال على ذلك أن الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط للدول العربية النفطية على اقتصادات الدول العربية غير النفطية، أو الأثر السلبي لانخفاض أسعار على هذه الدول، فالرفاه الاقتصادي في دول مثل الأردن وسوريا ولبنان مثلا يرتبط بشكل وثيق بالرفاه الاقتصادي لدول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك لتأثر هذه الأقاليم بعضها البعض، لأن في حوالات عاملين في كثير من العمالة في منطقة الخليج العربي تأتي من بلاد الشام، وبالتالي إذا ارتفعت أسعار النفط مثلا في منطقة في الإمارات العربية المتحدة يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدخل هناك وزيارة حوالات العاملين من العاملين من أبناء الشام تذهب إلى يعني أهلهم، وبالتالي هنا في عند ارتباط ذاتي فضائي spatial autocorrelation. يجي الآن رابعا معالجة البيانات manipulation of data. تخضع البيانات في كثير من الحالات لمعالجات من نوع خاص كحساب المتوسطات وتقدير ما ينقص منها من خلال عمليات التخمين الرياضية الانتربوليشن الاكسترابوليشن، وتوهين التموج بنسميه السموثينج الحاصل في البيانات الأصلية، إذ عادة ما تتسبب هذه المعالجات في إحداث ارتباط متسلسل بين البواقي. وأخيرا أثر الأحداث المختلفة اللي هي الصدمات influence of shocks، قد تسبب الأحداث المختلفة مثل التراجع الاقتصادي والإضرابات العمالية والتضخم في حدوث الارتباط الذاتي بين البواقي، وذلك لتلاحق قيم متغيرات بعضها ببعض بشكل تسلسلي. الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي. أولا هناك طريقة بيانية كيف نكشف عن وجود مشكلة الارتباط الذاتي. أولا الطريقة البيانية، نلاحظ الآن هنا الزمن على المحور الأفقي والبواقع على المحور العمودي. في هذا التمثيل البياني الأول لاحظوا لي بأن البواقي مرتبطة مع بعضها بعضا بشكل سالب كلما تقدمنا بالزمن. إذ نلاحظ هنا، لاحظوا لي أرجوكم أحبتي، بأن كلما تقدم بزمن تأخذ البواقي بالانخفاض، وبالتالي هناك ارتباط ذاتي سالب. في الرسم الثاني في الصورة الثانية هذه نلاحظ بأنه كلما تقدم بالزمن ارتفعت قيمة البواقي، وبالتالي البواقي هناك correlation أو ارتباط ذاتي موجب بينها. أما في هذه الآن الحالة لا يوجد الآن ارتباط، كلما تقدم بالزمن شيء ينخفض وشيء يرتفع ثم ينخفض ويرتفع وهكذا، ليس هناك نمط معين، وبالتالي نجزم بأن هذه الحالة تؤشر إلى غياب الارتباط الذاتي. هنا ارتباط ذاتي موجب، هنا ارتباط ذاتي سالب، لكن لاحظوا لي مع الزمن والبواقي، زمن بواقي وهكذا. الآن ثانيا هذه يعني الطريقة الثانية للكشف عن الارتباط الذاتي، اختبار دوربن واتسون. دوربن واتسون تيست أو ستاتستيك، يعتبر هذا الاختبار من أهم الاختبارات الإحصائية التي تستخدم في الكشف عن الارتباط الذاتي الذاتي، وذلك باستعمال إحصائية الاختبار دي. هذه دي اختصارا لدوربن واتسون، دوربن واتسون هي دي التالي، هذه الآن دي، دي تساوي حاصل قسم ماذا؟ الفرق بين الباقي بالفترة تي والباقي بالفترة تي السابقة اللي هي تي صب ناقص واحد، الكل تربيع، لاحظوا لي مجموع الآن من تي تساوي اثنين، بدينا باثنين لأن للفرق المربع بين اي تي، طبعا هو المقدرة هاي الناتجة عن البواقي اللي هي يعني الحقيقية اللي نتجت عن البواقي، مطروح منها الباقي في الفترة السابقة الكل تربيع مقسم على مجموع
البواقي تربيع، لاحظ ليها من ربع، من ربع ونجمعها، هاي تعريف دي. الآن يمكن لنا إذا كان حجم العينة كبير إلى حد كافي فإن هذه القيمة تكون قريبة من القيمة هذه، أي معنى آخر هنا مجموع الـ ET تربيع يساوي مجموع الـ ET تربيع اللي هنا ET سب سب T ناقص واحد، هذه القيم بتكون قريبة من بعضها بعض كثير إذا كانت حجم العينة كبير، وبالتالي نستطيع أن ندعي بأن هذه تساوي هذه تقريبا، وبالتالي فإن D هذه تقريبا، يعني الطريقة هاي طريقة عادة كثير بلجأ إلها يعني القياسيون في تقديرهم، بيعتبروا أن دي تساوي إذا فكنا الأقواس هنا ربعنا ثم جمعنا تطلع عندي هذه الصيغة، مجموع اي تي تربيع زائد مجموع اي اوف تي سالب واحد تربيع ناقص اثنين في اي تي مضروبة في اي تي سالب واحد، الكل مقسم على اي تي تربيع الكل، فبالتالي بنطلع اثنين عامل مشترك بتم عندي واحد ناقص هذه القيمة هذه القيمة، هذه القيمة الآن هي الارتباط، لاحظوا لي الكوفارينس بين الأخطاء العشوائية أو البواقي مقسم على الانحراف المعياري لها لأنه أصلا متوسطها صفر، وبالتالي تقريبا إحصائية دوربن واتسون تساوي اثنين في واحد ناقص رو هات، لماذا؟ لأنه حيث الآن رو هات يرمز إلى معامل ارتباط الذاتي المقدر هذه قيمته من الصيغة هذه الصيغة هذه هذه على هذه، إذا متم عندي اثنين هذه اثنين وهنا طبعا واحد هذا الواحد سالب ماذا؟ سالب الأوتو كوريليشن أو الكوريليشن أو معامل ارتباط بين البواقي. نتابع الآن، إذا كان روهات اللي هو المعامل ارتباط يساوي صفرا فإن دي تساوي اثنين، ما يعني عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي، لا يكون هناك، يعني إذا كانت هذه رو تساوي صفر قيمة دي إحصائية دوربن واتسون تساوي اثنين، بالتالي ما فيش عندي مشكلة، ليس هناك مشكلة في هذه الحالة، تعتمد نتائج التقديرات من مربعات الصورة الاعتيادية. إذا كان رو ها تساوي واحد صحيح فإن دي كما حسبناها قبل قليل تساوي صفر، ما تعني وجود ارتباط ذاتي موجب ولا بد من معالجة المشكلة. إذا كانت روها تساوي سالب واحد هنا ارتباط ذاتي موجب القيمة التام، هنا ارتباط ذاتي سالب القيمة لكنه تام 100%، فإن دي قيمة دي اللي هي قيمة إحصائية دوربن واتسون تساوي 4، ما تعني وجود ارتباط ذاتي سالب تام ولا بد من معالجة المشكلة. الآن في التطبيق العملي تأخذ إحصائية دوربن واتسون دي هذه قيمة دنيا دي لور نسميه دي صب ال وهي دي صب ال كما هنا، أو قيمة عليا دي أبر نسميه احنا دي يو، ويجرى الاختبار عند مستوى أهمية محدد مسبقا، كأن نقول مثلا مستوى الأهمية 1% أو 5% 10%، سأبين ذلك بعد قليل. نتابع على بركة الله. هذا الآن جدول مقتضب من القيمة الدنيا دي ال دي لور والدي أبر الضرورية لاختبار دوربن واتسون عند مثلا 1005%، هذا الآن أن تشير إلى حجم المفردات أو حجم العينة أو طول السلسلة الزمنية، ممكن أنها تتكون من 15 مفردة 16 وهكذا إلى 100 مفردة، يعني هاي بس مقتضب هذا الجدول لا يمثل كل إحصائيات دوربن واتسون، وهنا على على أفقية هاي عموديا اللي هو حجم العينة أو طول السلسلة الزمنية، وطبعا مستوى الأهمية 5%، أفقيا هنا عدد المتغيرات المستقلة بدون نقطة تقاطع، الآن لا يعني هنا واحد لا تشير إلى وجود نقطة تقاطع، فقط استخدمنا فقط متغير مستقل واحد أو متغيرين أو ثلاث مغيرات أو أربعة وخمسة وهكذا. فإذا كانت الآن إذا كان طول السلسلة 15 مفردة وعندي ولدينا متغير مستقل واحد، فإن القيمة الدنيا لإحصائية دوربن واتسون اللي تساوي 1.08 والقيمة العليا 1.36. إذا كان لدينا متغيران مستقلان القيمة الدنيا مقابل طبعا 15 يعني مشاهدة، فبكون القيمة الدنيا 0.95 والقيمة العليا 1.54 وهكذا وهكذا بقية، يعني هكذا نقرأها على الأقل. كيف نفسر؟ طبعا سأبين الكشف عن ارتباط الذاتي هنا. إذا كانت قيمة إحصائية دوربن واتسون دي أقل من الدي أل اللي هي اللور ليميت اللي هي القيمة الدنيا
من الجدول الذي رأيناه قبل قليل عند مستوى الأهمية المحددة، فإن ذلك يعد دليلا على وجود ارتباط ذات موجب. إذا كانت دي أكبر من الدي يو، أكبر من القيمة العليا، إذا كانت قيمة إحصائية دوربن واتسون دي هذه أعلى من القيمة العليا عند مستوى الأهمية المحدد، فإن ذلك يشير إلى غياب الارتباط الذاتي الموجب. وإذا كانت دي تقع بين القيمة الدنيا والقيمة العليا، فإن الاختبار لا يدل على شيء محدد، وهي حالة يطلق عليها inconclusive test، يعني غير محدد، لا نستطيع أن نستنتج شيء عن الارتباط. هنا الآن هذا الرسم التوضيحي، لاحظوا لي طبعا أقل قيمة لدوربن واتسون statistically إحصائي دوربن واتسون تكون صفر، وأعلى قيمة 4. القيم بين الصفر والأربعة الآن مجزأة إلى أجزاء، هذه القيمة الدنيا حسب الجدول، وهذه القيمة العليا، وهذه 2، وهي 4 ناقص القيمة العليا، وهي 4 ناقص قيمة الدنيا، وهذه 4. إذا وقعت إحصائية دوربن واتسون دي هاي بين صفر ودي ال، هنا معناته بتقول لي أنه هناك ارتباط ذاتي موجب. إذا وقعت بين دي ال ودي يو بتكون غير محدد، لا نستطيع أن نستنتج عن وجود أو عدم وجود. إذا وقعت بين دي يو وأربعة ناقص دي يو لا يوجد ارتباط ذاتي، خاصة إذا كانت قريبة جدا من 2، لأن بالحالة هاي رو بكون قريب جدا من الصفر اللي هو معامل ارتباط. وإذا وقعت قيمة دوربن واتسون إحصائي دوربن واتسون بين أربعة ناقص دي يو وأربعة ناقص دي ال، كذلك الأمر غير محدد. لاحظوا لي هنا هذه غير محدد، هنا غير محدد. وأخيرا إذا وقعت قيمة إحصائية دوربن واتسون بين 4 وسالب دي ال و4، يعني 4 سالب أو ناقص دي ال و4، بكون عند ارتباط ذاتي سالب. نكمل على بركة الله الكشف عن ارتباط ذاتي السالب. الآن إذا كانت دي 4 ناقص دي أقل من دي ال، إذا كانت 4 ناقص دي أقل من، طبعا دي هذه هي القيمة المحسوبة لإحصائية دوربن واتسون، فأربعة مطروح منها هذه القيمة أقل من الدي المجدولة عند مستوى أهمية محدد، فإن ذلك يعد دليلا على وجود ارتباط ذاتي سالب. هنا إذا كانت 4 سالب قيمة دي أعلى من الدي يو عند مستوى أهمية محدد، فإن ذلك يشير إلى غياب الارتباط الذاتي السالب. وثالثا إذا كانت دي يو أعلى من 4 ناقص دي، هذه دي بالزرقة، هذه يعني فقط دي لحالها لوحدها هي قيمة دوربن واتسون أو إحصائي دوربن واتسون محسوبة من قبل الباحث، أما هذه القيم مجدولة، هذه القيم مجدولة. فالحالة الثالثة إذا كانت دي يو أعلى من 4 سالب دي وهذه أعلى من دي ال عند مستوى أهمية محدد، فإن الاختبار لا يفيد بالوصول إلى قرار معين inconclusive test. هذا الآن كذلك الأمر رسم توضيحي، هنا بين الصفر ودي ال لا ارتباط ذاتي موجب، بين 4 سالب دي ال و4 ارتباط ذاتي سالب. لاحظوا لي أنه الدي ال والدي يو هذه في الجداول المعدة مسبقا، يعني الباحث يستطيع العودة إليها، لكن الدي هذه يحسبها الباحث نفسه، فبطرح 4 منها وهكذا. هذه الآن الصورة التوضيحية بتقول لي هنا ارتباط ذاتي موجب، هنا سالب، هنا لا نستطيع أن نقرر في هذه المنطقة، هنا لا نستطيع أن نقرر، وهنا نكون متأكدين من أنه لا يوجد ارتباط ذاتي سواء سالب أو موجب. نتابع الآن. تساق فرضيات الاختبار حول أهمية معامل ارتباط رو هذا عند مستوى أهمية ألفا كما يأتي. هذه الآن حول الارتباط الموجب، بنقول بالفرضية العدم اللي هي هذه النل هايبوثيسس، فرضية العدم بتقول انه الرو او الارتباط الذاتي يساوي صفرا، في حين ان الفرضية البديلة H1 هذه بتقول انه الرو اعلى من صفر، لانه اصلا احنا نختبر حول ارتباط ذاتي موجب، هذه موجب هنا، وبالتالي نختبر هذه الفرضية. اما حول الارتباط الذاتي السالب بتكون الان فرضية العدم رو تساوي صفرا، أما H1 اللي هي فرضية بديلة بتقول رو أقل من صفر، فنجري الاختبار كما العادة. يعني حول اختبار النهايتين، يعني لا نعرف هو سالب ولا موجب، بتكون بالحالة هاي H0 بتقول إنه المعامل ارتباط يساوي صفر، أي لا يوجد ارتباط، في حين بأن الفرضية البديلة بتقول هناك ارتباط لكن لا نعرف اتجاهه هل هو سالب أم موجب.
نكمل على بركة الله، لأن هذه الفرضيات. فرضية العدم يقول غياب ارتباط ذات موجب إذا كانت قيمة دي بين صفر ودي ال. نرفض الفرضية، فرضية يعني بمعنى آخر نرفض هذه الفرضية ونقبل هذه، أو لا نستطيع رفض هذه الفرضية عن غياب الارتباط ذات الموجب هنا إذا كانت دي محسوبة بين دي ال ودي يو غير محدد بالمنطقة الانكنكلوسيف نسميها. غياب الارتباط السالب، الارتباط السالب 4 سالب دي ال أقل من دي وأقل من 4، نرفض الفرضية بمعنى آخر بكون عند ارتباط ذات سالب. هنا غياب الارتباط السالب، الارتباط السالب 4 ناقص دي يو أقل أو تساوي دي أقل تساوي 4 ناقص دي ال غير محدد. وأخيرا هنا غياب الارتباط سالب أو موجب اللي هي الفرضية هذه حول النهايتين بتكون دي يو أقل من دي أقل من 4 ناقص دي يو، عدم رفض فرضية الفرضية البديلة هذه. نكمل بإذن الله. مثال اختبار وجود الارتباط الذاتي، يحتوي الجدول أدناه بيانات عن المتغيرين x i، طبعا هنا في خطأ شكلي لازم يكون x sub t و y sub t، فهذا بعتذر عنه، هاي x sub t و y sub t. بناء على البيانات نحتاج إلى تقدير نموذج من الشكل التالي. هسه هذه البيانات أضينا، يعني لاحظوا هنا الخطأ لكن لم يكرر هنا، هذه x sub t وهذه y sub t. هذه الآن قيم المتغير المستقل وقيم المتغير التابع، المجموع 820 هون المجموع 967، وأكس بار اللي هي متوسط هذه القيم 82، متوسط هذه القيم 96.7. نحتاج إلى تقدير النموذج الآتي، واي سب تي تساوي اي زائد بيتا أو ألفا زائد بيتا في أكس تي زائد الإرور هذا. الآن بناء على هذه البيانات تكون x y تساوي هذه القيم هاي مجموعها، x تربيع تساوي هذه القيم هاي مجموعها. باستخدام الحسابات المرفقة نحصل على النتيجة الآتية، y hat sub t تساوي 13.70288 زائد 1.01216 في x t. هذه الآن الدالة بعد التقدير معلمتيها ألفا هات وبيتا هات. هذه بعد تعويض القيم الأصلية، هذه القيم الآن الأصلية يعني نضع الآن بدل XT هذه القيم، فنستخرج ماذا؟ Y hat هذه. إذن هاي Y المقدرة، Y الآن الأصلية مطروح منها هذه القيمة Y المقدرة، نحصل على الخطأ هذا الآن اللي هو ET. نظريا يجب أن يكون مجموع هذه الأخطاء صفرا، فنحصل على متجه البواقي كما ذكرت، هذا هو متجه البواقي والخطأ. أوكي، بالنظر فقط نجد أن البواقي مرتبطة مع بعضها البعض بشكل تسلسلي. لاحظوا لي هون النظر، هنا كانت سالبة سالبة لكنها تتصاعد تتصاعد هذه البواقي وارتفعت، وبالتالي هناك ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية ويبدو أنه موجب القيمة. نكمل، نقوم بحساب معامل ارتباط بين الأخطاء العشوائية كما في الجدول أدناه. الآن بلغت هذه الآن، لاحظوا لك من أين أتيت هذه البيانات. هنا أرجع، لا أستطيع الرجوع على الشريحة اللي قبلها، لكن نبدأ بإي تي الثانية للأخير، وهنا من إي تي الأولى لقبل الأخير بوحدة واحدة، فبكون عندي متجهين، هذا المتجه وهذا المتجه. الآن نحسب معامل ارتباط بينهما، ما يعني إن أن إحصائية دربلانس تكون كما يلي. الآن دي تساوي 2 في 1 ناقص رو هات، رو حسبناه إنها طبعا هنا قيمته 81، فبالتالي قيمة دربن واتسون بناء على 2 دي تساوي 2 في 1 ناقص رو هات تساوي 2 في 1 ناقص رو هات. هذه القيمة هنا حسبناها من هنا، يعني الارتباط بين يعني هذه القيم وهذه القيم هو 0.81% ارتباط. فإذا طبقنا هذه القاعدة دي تساوي 2 في 1 ناقص روهات، بتكون قيمة دربن واتسون هذه القيمة، هذه 0.38. الآن نجري الاختبار على هذه القيمة. بناء على هذه النتيجة يمكن صياغة فرضية اختبار وجود ارتباط الذاتي بين أخطاء عشوائية كما يلي. من جدول إحصائية دربن واتسون نجد بأن الآن هذه القيمة وقعت بين الصفر والدي أل، يعني هي أعلى من صفر لكنها أقل من الدي ال مقابل
واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هن 10 مشاهدات. إذا نذهب إلى جدول دربن واتسون مقابل 10 مشاهدات ومتغير مستقل واحد، نجد بأن قيمة دربن واتسون التي حسبناها بالطريقة البدائية هذه أنها وقعت بين الصفر والدي ال، ما يعني الآن هذه القيمة فاصلة القيمة الدنيا فاصلة من الجداول طبعا فاصلة 653، أي أن هذه القيمة أقل من هذه وأعلى من صفر، ما يعني الآن بأن هناك ارتباطا ذاتيا موجب القيمة بين الأخطاء العشوائية ومقدار هذه القيمة. لاحظوا لي أحبتي، أوكي، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا إن شاء الله أنه في المقطع القادم أن أبين كيف نعالج مشكلة الارتباط الذاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.